كرة سعودي. الاتحاد ينفرد بالصدارة والهلال يفلت من الخسارة في مباراة القمة أمام الشباب، وخيبة أمل جديدة للأهلي. شهدت الجولة 6 من الدوري السعودي عودة النصر إلى سكة الانتصارات وتعثر جديد للهلال والاتحاد، في حين ازدادت الأمور سوءا لدى أهلي جدة الذي انقاد لخسارته الأولى بعد سلسلة من التعادلات. في هذه الحلقة من كورة سعودي نسرد لكم أبرز أحداث الجولة. النصر الباطن العالمي يصحح مساره. نجح النصر في العودة إلى سكة الانتصارات بفوز على الباطن بهدف نظيف. سجل النجم البرازيلي تاليسكا هدف المباراة الوحيد ليسمح للنصر باستعادة توازنه بعد هزيمة الكلاسيكو أمام الاتحاد. ما زال النصر يبحث عن مدرب جديد لقيادته في الفترة المقبلة بعد إقالته لمانو مينيزيس. التقارير أشارت إلى أن النصر أعاد فتح المفاوضات مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا. بحسب التقارير فهذه ليست المرة الأولى التي يفاوض فيها النصر رودي غارسيا، حيث أنه قد رفض عدة عروض من قبل لتدريب العالمي. إدارة النصر أيضا تفاوضت مع عدد من المدربين العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه أنطونيو كونتي، الإسباني كيكي فلوريس، والبرتغالي باولو فونسيكا، والكرواتي زلاتكو داليتش، والإسباني إرنستو فالفيردي، والسويسري لوسيان فافر، إلا أن جميعهم قد رفضوا تدريب الفريق. إدارة النصر تسابق الزمن لحسم أمر المدرب القادم من أجل الاستعداد لمواجهة الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في 16 من أكتوبر القادم. الفيحاء الأهلي، هل حان وقت إقالة هاسي؟ وواصل الأهلي خيبة أمله هذا الموسم عندما انقاد إلى الهزيمة على يد الفيحاء بهدفين دون رد، وبذلك يكون الأهلي قد أجمل 6 جولات كاملة لم يذق فيها طعم الانتصارات في الدوري السعودي، حيث كان آخر انتصار للأهلي في الموسم الماضي أمام القادسية بنتيجة هدف دون رد في الجولة 27. ووفقا لصحيفة الرياضية فإن إدارة الأهلي لم تناقش فكرة إقالة المدرب هاسي من تدريب الفريق بالرغم من الخسارة، حيث ستمنحه فرصة قيادة الفريق في مباراة ديربي جدة أمام الاتحاد. الشباب الهلال، القمة تنتهي بلا غالب ولا مغلوب. الجولة 6 شهدت قمة الهلال والشباب على ملعب الملك فهد الدولي، ونجح الزعيم من اقتناص نقطة ثمينة في الأمتار الأخيرة من المباراة بعدما أثرت الغيابات على مستواه في مباراة القمة. مباراة متواضعة قدمها الهلال أمام الشباب في درب الرياض، حيث أثر غياب الثلاثي عبد الله عطيف، سالم الدوسري، وأندري كاريلو على أداء الزعيم، ويعتبر الخروج بنتيجة التعادل نتيجة إيجابية للغاية لكتيبة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم وفقا للأداء الذي ظهر به لاعبوه، فالبدلاء لم يكونوا على قدر المستوى الذي كانوا عليه الأساسيين، ووسط الملعب لم يكن داعما للهجوم وبدا الفريق مفككا وغاب عنه الانسجام، وهو أمر يسأل منه حتما ليوناردو جارديم. احتاج الليث الأبيض لدقيقتين فقط بعد صافرة البداية لكي يصل لمرمى الزعيم من تسديدة من خارج مناطق الجزاء بأقدام النيجيري إيغالو، خدعت الحارس عبدالله المعيوف واصطدمت بالمدافع جانغ هيون سو لتغير اتجاهها وتسكن يمين المرمى. بعدها ب10 دقائق تمكن النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس من إدراك التعادل من ركلة جزاء، وشهدت الربع الساعة الأولى من الشوط الثاني إحراز الليوثي للهدف الثاني لهم عن طريق هتان بهبري، وأعاد الهلال المباراة لنقطة التعادل من جديد في الدقيقة 70 عن طريق رأسية المدافع علي البليهي من عرضية ماتيوس بيريرا. التعادل لم يكن مرض للطرفين وخصوصا الهلال الذي سمح للاتحاد بالابتعاد أكثر في الصدارة. الاتحاد التعاون، الاتحاد يغرد وحيدا في الصدارة. تمكن التعاون من إيقاف سلسلة انتصارات الاتحاد عندما أجبره على التعادل بهدف لمثله، ورغم التعادل تمكن العميد من الانفراد بالصدارة بفارق 2 عن الهلال. الاتحاد تسيد المباراة في الشوط الأول وتمكن من التقدم، إلا أنه لم يحسم المباراة ليعطي الفرصة لنادي التعاون بتنظيم صفوفه والعودة بشكل أقوى في الشوط الثاني. المباراة شهدت مواصلة الثنائي البرازيلي كورنادو ورومارينيو لتألقهم، حيث ساهم هذا الثنائي في 12 هدفا هذا الموسم ليصبح
الاتحاد الأقوى هجوميا بتسجيل 15 هدفا حتى هذه اللحظة، حيث ساهم كورنادو بسبعة أهداف بتسجيله لثلاثة وصناعته لأربعة، كما أن النجم البرازيلي هو أكثر لاعب صناعة للفرص في الدوري السعودي هذا الموسم. في المقابل ساهم رومارينيو في خمسة أهداف هذا الموسم، حيث سجل أربعة وصنع هدف ليتوج نفسه هدافا للنمور حتى هذه اللحظة. العميد سيكون أمام اختبار أقوى في الجولة المقبلة عندما يواجه أهلي جدة في مباراة الدربي. بعد انقضاء ست جولات من دوري المحترفين السعودي، المؤشرات تؤشر إلى أن العميد والهلال سيكونان الطرف الأقوى في صراع اللقب هذا الموسم، في انتظار ما ستسفر عنه جهود إدارة النصر في البحث عن مدرب جديد يمكن الفريق من المنافسة مجددا على لقب هذا الموسم. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، ما هي توقعاتكم لنتيجة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي الأسبوع المقبل؟